تميزت احتفالات عيد الشرطة 70 بطابع شعبي، فهي ذكرى تجسد التلاحم بين الشرطة والشعب في الزود عن مقدرات الوطن وكرامته. انطلقت الاحتفالات في الشوارع والميادين، حيث انتشرت أجواء الفرحة والسعادة التي عمت الجميع. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. كل سنة وانتم طيبين وربنا يسترها معاكم. عندنا شرطة مصرية عظيمة، ربنا يحميهم ويحفظهم يا رب، كل سنة وهم طيبين. كلمات تخرج من القلوب مغلفة بالمحبة والتقدير لرجال الشرطة في عيدهم. فهذا رجل شرطة يسهر على حماية الوطن، وهذا مواطن ينعم بالأمان الذي وفرته تضحيات رجال الشرطة ويقدر هذه التضحيات. احنا بنقولهم كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة يعود عليكم وعلينا بخير بإذن الله، وشكرا للرئيس، متشكرين يا رئيس على اللي انت بتعمله والله. برغم تغير الأماكن والشوارع، لكن صور الاحتفالات بعيد الشرطة في المحافظات تشابهت. الطابع الشعبي هو السائد، والذي يؤكد على أنه عيد لكل المصريين. يزيك دمي وانت عارفة دمي حر، والعرض لسه مستمر، لسه الحكاية ما انتهت. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. وبهذه المناسبة قام قطاع الأحوال المدنية بتقديم بعض خدماته للمواطنين بالمجان، بخاصة من ذوي الهمم وكبار السن. واحتفاء برجال الشرطة في عيدهم 70، تزين برج القاهرة بشعار الشرطة. تزامناً مع الاحتفالات بعيد الشرطة 70، أوفدت أكاديمية الشرطة عدداً من ضباطها وكذا طلاب كلية الشرطة لزيارة عدد من المدارس للاحتفاء مع طلابها بهذه المناسبة التي تجسد أسمى معاني التضحيات في سبيل الوطن. بسطنا جداً، هم كانوا معانا وجابلنا هدايا لطيفة قوي، ونفسنا اليوم ده يتكرر تاني كتير، وعرفونا يعني إيه عيد شرطة وقد ايه هما بيضحوا عشاننا. هدايا تم توزيعها على الطلاب خلال تلك الزيارة أدخلت الفرحة والبهجة في نفوسهم. وبالتزامن معها قامت مديريات الأمن بإفادة ضباطها إلى المدارس بنطاقها. التقت الطلاب وعقدت ندوات وحوارات معهم حول ذكرى عيد الشرطة والتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة لحماية أمن الوطن والمواطنين، وصاحب ذلك توزيع هدايا تذكارية عليهم. تصحيح سلوكيات النزلاء أحد أهم أدوات التأهيل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، فهذه ندوات عقدت للنزلاء المفرج عنهم بقرار جمهوري رقم 13 لعام 2022 بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير داخل مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، الذي يشهد وللمرة الأولى فعاليات الإفراج بعفو رئاسي، وتهدف إلى تقويمهم وتأهيلهم للمرحلة الجديدة من حياتهم وسط المجتمع. والله انا اول حاجه بكره سنه وانتم طيبين للشرطه كلها ولشعب مصر، وتاني حاجه بشكر سياده الرئيس وبحمد ربنا ان انا جيت هنا عشان اطلع بني ادم تاني. مراكز تأهيل كويسه عشان في ناس كتير ما كانش عندها شغل، فدلوقتي لما اتعلمت شغل اكيد تقدر ان هي تبني حياه جديده وتقدر تشتغل وتقدر تعمل كل حاجه. 2327 من نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل تم الافراج عنهم بقرار جمهوري، فهؤلاء هم من انتهت اللجان المشكلة لفحص ملفات نزلاء تلك المراكز إلى انطباق شروط العفو عليهم، لينظم قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لهم بهذه المناسبة. طبعاً أسعد واحدة في الدنيا أن أنا نخرج لأولادي ونعيش حياتي تاني مع أولادي، أسعد واحدة في الدنيا طبعاً، دي أحلى حاجة أنها ممكن أنها تقدمت لنا بمناسبة عيد الشرطة. بشكر الرئيس السيسي اللي هو من علينا بالعفو ده، وتحيا مصر. فرحة كبيرة بين المفرج عنهم وهم يخطون أولى خطواتهم نحو انطلاقة جديدة، مؤهلين وفقا لنظم إصلاحية حديثة تساعدهم لكسب رزقهم بعيدا عن مسلك الجريمة، ليستكملوا حياتهم خارج مراكز الإصلاح والتأهيل مزودين بمهنة تعلموها وثقافة اكتسبوها وسلوك قويم غرس فيهم، ليندمجوا في مجتمعهم صالحين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.